بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بتلاميذنا من الرياض، شعبة العلوم الشريفية بمسالكها، وشعبة علوم التكنولوجيا كذلك بمسالكها، في تصحيح المسألة الخاصة بدراسة الدواء من امتحان الوطني الموحد لموسم 2016 دور العالم. إذا الدواء على بركة الله بقاء التمرين، عندكم الورقة ورقة التمرين، آف دالة عددية معرفة على آل بي تابع التالي، والسي آف منحنى دالة آف في معنى متعامل موضوع أو إي جي، الوحدة هي 1 سنتيمتر. إذا السؤال الأول، واحد كبيرة واحد صغيرة الألف، بين أن الليميت موالف في ليميت عند إكس تساوي موالف إن، إذا الأمور جدا بسيطة، نور ليميت إكس تؤول إلى ناقص من النهاية نتاع ألف إكس، كتساوي ليميت عندما إكس إلى ناقص من النهاية نتاع هذه، جوج إكس ناقص زوج، زائد إكس بونسيال جوج إكس. ناقص 4 إكس بونسيال إكس. إذا الخطوة الأولى كنعوض دائما وكنشغل عند شكل محدد، تبارك الله ما عنديش، كنحاول نقلب على شكل محدد. إذا ناخذ هي هذه الدالة الحدودية ليميت ديالها في موالفين، كناخذ رقم النص، يعني جوج موالفين هي موالفين، ناقص جوج هي موالفين، يعني هذا رقم موالفين، هذيك أنا نخرج ونستخدم هذه إكس بونسيال موالفين هي زيرو، إكس بونسيال موالفين هي زيرو، يعني هذا زيرو زيرو، دونك هذا رقم زيرو. موالفين مع زيرو تعطيني موالفين، إذا غادي نديرو ديريكتومون تساوي موالفين، لماذا؟ غادي نوضح علاش؟ لأن اللي بين هنا غادي نوضح، لأن الليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا ينفع جوج إكس، ناقص جوج هذيك تساوي موالفين، والليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا ينفع إكس بونسيال إكس كتساوي صفر، وربعة صفر هي صفر، أي الليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا ينفع ناقص ربعة إكس بونسيال إكس كيساوي صفر. والليميت إكس موالفين تاع جوج إكس كتساوي موالفين، جوج موالفين موالفين، أي ليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا ينفع إكس بونسيال جوج إكس، إكس بونسيال موالفين هي زيرو. إذا أنت هذه زيرو، هذه بينت أنها زيرو، وهذه بينت أنها موالفين، إذا موالفين مع زيرو مع زيرو تعطينا هو موالفين. إذا جاوبنا على السؤال ألف، شو عندنا؟ بين أن المستقيم ديال هذه المعادلة ويكرا كتساوي هادشي هذا مقارنة. شوف هنا كون ديال مثلا حددت الفرع النهائي، قال لي اش كاع ليا من حدد الفرع النهائي، غادي نحسب اف اكس على اكس، علاش؟ لان لقيت موالفين كاين فين، ندير اف اكس على اكس، غنلقى ا غنلقى زوج، عاود نحسب اف اكس ناقص زوج اكس غنلقى ناقص زوج، صافي غادي ندير واحد الاسئلة طوب. ملي كيقول لي بين المستقيم ديال هذه المعادلة ويكرا مقارنة هذه، شنو كندير؟ نحسبو ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا ينفع على إكس ناقص إيه المعادلة هذه جوج إكس ناقص جوج كتساوي ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا ينفع، لاحظ معايا مزيان، إف إكس ناقص منها جوج إكس ناقص جوج نقصها منها تبقى لها إكس بونسيال جوج إكس ناقص 4 إكس بونسيال إكس، وهذا ديجا بينتهم، هذا صفر صفر هي صفر ناقص 4 في صفر كتساوي صفر. إذا دي اللي المعادلة ديال الإكراك تساوي جوج إكس ناقص جوج مقارب مائل لسؤال بجوار مولف، صحيح؟ دونك جاوبنا على السؤال ألف باء. السؤال الثاني ألف، بين أن ليميت بيسا بين كتساوي بيسا بين بنفس الطريقة، غنبداو نكتبو ليميت إكس أمرا بيسا بين تاع إكس كتساوي ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا ينفع، كنعوضو القيمة ديال هاف جوج إكس ناقص زوج زائد إكس بونسيال جوج إكس ناقص 4 إكس بونسيال إكس. ألوغ هادي إلا عوضت هاد القاعدة بلوس أنفيني مع المواد اللي تبقى بلوس أنفيني، إكس بونسيال بلوس أنفيني بلوس أنفيني، هنا موالفين، يعني بلوس أنفيني موالفين بشكل غير محدد. إذا كندخل بأبسط طريقة نعمل الأقوى، شكون هو الأقوى؟ هو إكس بونسيال جوج إكس، نعمل الأقوى وغادي نحل المشكل ياك. إذا بغيت نعمل إكس بونسيال إكس تخرج لي مثلا غير هنا اللي نعمل بإكس بونسيال إكس، إذا كاين عدة طرق، ولكن إذا بغيت نعمل بالأقوى غادي يتبان الأمر يعني واضح، أنت نعملو بالأقوى، شكون هو الأقوى؟ هو إكس بونسيال جوج إكس، وخا عملنا بإكس بونسيال إكس غتخرج لي. وشوف إذا بقيت كندير شي هذا التحليل غير بالمخ ديالي، غادي نقول هذه بلوس أفين، شي مشكل، هذه بلوس أفين ولكن لا شوف هاد جوج بشي واش شي وحدة مشهدة على الأخرى، هنا عندي جوج إكس ولا إكس، يعني هذه مشهدة على نقدر نخدم غير هذا، غادي ندير هذا هنا، نخدم بطريقة أحسن. أنت لدينا ليميت إكس تؤول إلى زائد من واحد إكس بونسيال جوج إكس ناقص 4 إكس بونسيال إكس، إيش كتساوي؟ نعمل بإكس بونسيال إكس
الى بغيت ميسبونسي ليك شنو تبقى ولا انا كان ميسبونسي جوج اكس بحال شنو تبقى الا بغيت ميسبونسي ليك تبقى انا واحد عفوا ميسبونسي ليك ناقص 4 تحقيق ونقدر نعمل ميسبونسي اكس علاش نكتب هذه اللي تساويني وهذه اللي تساويني لان اللي تساويني هو 4 اللي تساويني دونك هذه اللي تساويني اللي تساويني هي بليس لا في نوضح لان ليميت x موغال بلس انفيني تاع اكسبونسيال x كيساوي بلس انفيني وليميت x موغال بلس انفيني تاع اكسبونسيال x ناقص 4 كيساوي بلس انفيني الو بقيت هذه بلس انفيني وليس هذه وليميت x موغال بلس انفيني تاع جوج x ناقص جوج هذا راه بين الحدود ديال الدرجه الاولى على الوحدة كبر نص بلس انفيني بلس انفيني متفقين اذا بقينا بين من ليميت هذه هي بلس انفيني وهذه بلس انفيني اذا بلس انفيني زائد بلس انفيني يعتبر بلس انفيني اذا ليميت x موغال بلس انفيني تاع اف x كيساوي بلس انفيني هذه طريقه الطريقه الاخرى نقدر نعمل بيكسبونسيال x في كل شيء كامل نعمل بيكسبونسيال x الطريقة الثانية نعمل بيكسبونسيال جوج إكس هادشي كامل صحيح هنا إلا عملت بيكسبونسيال إكس تبقى لنا جوج إكس على إكسبونسيال إكس تعطينا صفر جوج على إكسبونسيال إكس صفر هنا تبقى إكسبونسيال إكس بلس أنفيني هنا ناقص أربعة تبقى بلس أنفيني إذا الطريقة اللي بغيت نخدم فيها راه نمشيو للصفر نمشيو عند هاد الباب راه ليميت إكس موغال بلس أنفيني نتاع أف إكس على إكس تتساوي ليميت إكس موغال بلس أنفيني اف اكس على اكس تقسم اف على اكس جوج اكس على اكس هي جوج ناقص جوج على اكس زائد اكس بونسيال جوج اكس على اكس ناقص سبعه اكس بونسيال اكس على اكس ونقدر ندير الوسط كامل على اكس ولا بغيت نقسم على اكس نقسم على ماشي مشكل لان قسمت اف كامل على اكس كتب اف على اكس عاد رجعها لك علاش رجعتها لك باش نسهل على راسي لان هذه زوج باينه هذه تمشي الصفر باينه وهذا نبر عليهم فهمتوا علاش ما خليتهاش هكاك هكا على اكس لان خليتها غير واحد الشكل غير واحد هذا الفوق يعني خلق لي مشكل راه قسمتها دائما قلت لكم ملي كتلقى شي تعبير ما يعطيكش شي مشكل يعطيك عدد ولا صفر ما تطلقش منهم على زوج عدد ما نهضرش هذا ما نهضرش قول لي تجي نحلوا مشكل بيناتهم واش حسن مشكل غير الزوج ولا مشكل برا حسن مشكل بهذا الزوج يعني انتو سبب هذه ما عندهاش فيها مشكل هذه ما عندهاش فيها مشكل هذه الزوج عندها فيها مشكل غادي ندير تساوي زوج ناقص زوج على إكس عفوا نسيت سمعوني عندي هو ليميت إكس طونغ بلس نوفيني أنت عادي ما نهضرش عليها جوج ناقص زوج على إكس واش كتسمع جوج زائد ناقص صفر جوج ناقص صفر هي هادي ما فيهاش مشكل نمشيو عند هذا ليميت نتاع إكس طونغ جوج إكس على إكس ناقص أربعة إكس طونغ إكس على إكس كتسمع ليميت اكس موغال بلس انفيني الوغ غير ناخذ هنايا الشكل اللي معروف هو اكسبونس على اكس على اكس نعمل به شنو يبقى هنا هنا تبقى لان عندك واحد اكسبونس شنو هي اكسبونس على اكس اكسبونس على اكس اكسبونس على اكس واحد اكسبونس على اكس على اكس عملت به يبقى لي واحد اكسبونس على اكس ناقص 4 دونك شنو تساوي هنا هذه بلس انفيني وهذه بلس انفيني على بلس انفيني هانت لان ليميت تاع اكسبونس على اكس موغال لا بلس انفيني والليميت اكسبونسيال اكس على اكس اكسبونسيال بلس انفيني كيساوي بلس انفيني اذا واش نرجع لك هذه هذه بلس انفيني وهذه بلس انفيني يعني هذه راه بلس انفيني ياك وهذه بلس انفيني وهذه زوج هذه زوج وهذه بلس انفيني جوج زائد بلس انفيني هي بلس انفيني اذا ليميت اكسبونسيال بلس انفيني تاع اف اكس على اكس كتساوي بلس نفي فهذا اللغة هذا اللي كيفرد على اكس على اكس كيساوي نفيني اذا سي اف يقبل فعل شو جميع باتجاه ولا اتجاهه محور كان صفر هذا محور الله بصير لكن نفيني محور الله بصير اذا ما بجوار بلس نفي طيب إذا جاوبنا على السؤال زوج إذا سؤال ثلاثة ألف بين أن أف تحايل إكس كتساوي إذا نلاحظ أولا بيننا قبل الاشتقاق شنو كنلاحظ؟ أن هذه قبل الاشتقاق كحدودية هذه قبل الاشتقاق وهذه قبل الاشتقاق على أف إذا أف هي مجموع من الأدوات نلاحظ أن أف هي مجموع
اكس بونس على جوج اكس هو اكس ناقص 4 اكس بونس على اكس مجموع الدوائر القابله للاشتقاق على يعني هاد الدوائر كلهم قابله للاشتقاق على ربما تلاقينا هاد القابله اذا اف قابله للاشتقاق على واردين شوفوا واردين ماشي طالما تتبع هذه الجمله بحال هكا لا قد تعبر بطريقه اخرى نقول مثلا نلاحظ ان اف قابل للاشتقاق على ان كمجموع الدوائر قابل للاشتقاق على ان بصفه عباره ولدينا اف فتحه لاكس ولا تقول نعتقد لدينا الداله جوج اكس قابل للاشتقاق على ان وهذه قابل للاشتقاق على ان وهذه وبالتالي فان اف قابل للاشتقاق المهم عبر كتبني وضح لي وصلي اف فتحه لاكس كتساوي الاشتقاق نتاع اف هي جوج اكس ناقص جوج زائد اكس بونسيال جوج اكس ناقص 4 اكس بونسيال اكس فتحه اذا تساوي الاشتقاق تاع جوج اكس هو جوج الاشتقاق تاع جوج هو صفر الاشتقاق تاع اكس بونسيال اي هو اي فتحه اكس بونسيال اي يعني الاشتقاق تاع جوج اكس هو جوج اكس بونسيال جوج اكس الاشتقاق تاع اكس بونسيال اكس هو اكس بونسيال اكس يعني ناقص 4 اكس بونسيال اكس مزيان اذا تساوي جوج زائد جوج اكس بونسيال جوج اكس ناقص 4 اكس بونسيال اكس إذا نرجع لهنا خصنا نعملوها مزيان إذا بقينا نعمل بالزوج أولا إلا عملت بالزوج شنو تبقى؟ تبقى لنا إكس بونسيال جوج إكس اللي هي إكس بونسيال إكس كلو ستة ناقص هنا إلا عملت بالزوج تبقى زوج إكس بونسيال إكس هنا إلا عملت بالزوج تبقى واحد اللي هي واحد كلو ستة ياك شوفوا هذه هي هذه نضربها بزوج يعني جوج إكس بونسيال جوج إكس يعني جوج إكس بونسيال جوج إكس هذه مع هذه عطانا ناقص 4 اكس بونسيال اكس هي جوج ناقص جوج ناقص 4 اكس بونسيال اكس هي زوج في واحد هي زوج في واحد هي زوج صحيح يعني كتساوي جوج وهذه مطابقه لنا اكس بونسيال اكس تساوي ناقص واحد كل زيد اذا لقينا افتحها لي اكس هي صحيح السؤال باء رجعوا تعليمات دونك شنو كنلاحظوا نلاحظ ان شنو كنلاحظوا ان اكس بونسيال اكس ناقص واحد اكبر من صفر صفر على ان و اف تاع اكس اش كتساوي هي جوج في اكس بونسيال اكس ناقص واحد سيجنال اي اف تاع اكس اكبر من صفر على ان ومن فان اف كذا تزايد هي قطعا على ان ها هو جذور التغيرات اكس بلا ما ندير فتحة الإشارة قبل ما نتعب افتح اف لي اكس دي اكس دونك من مولا بين فتح بي سافي دونك تزايد على يدي هذيك الملاحظة اللي نحتاجوها الملاحظة شنو بملاحظة أن اف فتحة لصفر يساوي صفر نستنتج أن نستنتج أن إيكغاك كيساوي إف لي صفر مقابل أو مماس عفوا مماس أفقي لي سي إف عند النقطة التي أفصلها صفر وإلا بغينا نوضحو هذا نسمي مثلا تي ونديرو هاد تي هاد المماس هذا معادلة اللي يقول لك صفر في صفر حسب صفر شنو نلقى؟ اف صفر جوج صفر صفر يعني ناقص زوج حسب صفر شنو نلقى؟ ناقص زوج اكسبونسيال صفر هي واحد زائد واحد ناقص اكسبونسيال صفر هي واحد ناقص اربعة ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد ناقص اربعة هي ناقص خمسة اوكي معادلة ديال المماس هو صحيح ونقدروا نلاحظوا يعني من خلال هذه الملاحظه نقدروا كذلك نعرفوا نقطه نعرف اذا نمشيو على السؤال الموالي اذا السؤال الجيم بين انه يوجد عدد حقيقي واحد الفا بين المجال واحد على ربعة بحيث الف الفا تساوي صفر اذا باش تكون عندنا الف الفا تساوي صفر خاص يكون الداله ديالنا خاصها تكون متصله وبما ان عندنا واحد يعني خاص تكون رتيبه قطعا اما تساويه قطعا اما تناقصيه قطعا وخاص يكون صفر هذا النوم قد يكون صفر قد يكون جوج قد يكون ثلاثة المهم هذا عدد السكوني تاعي لصورة هذا المجال الدالة هذا
عندك سكون انا ما تولفوش انتوما داك الف واحد الف انا نرى خصها تكون سليمه. علاش كنقولوا الف واحد في الف انا نرى سالبه كتعوض النشاط لانه الصفر ينتمي. اذا كان هذه سالبه وهذه موجبه الصفر كان وسطهم يعني الصفر كينتمي صوره النشاط. واذا كان هذه موجبه وهذه سالبه يعني الصفر كان وسطهم ايضا. اذا هذه الجمله هذه كتعوض الجمله اللي نخليها انا وانا بغيت نفضل انك دائما تخدمها هذه خص تكون متصله. اذا كان واحد خص تكون راتبه قطعا. ثانيا خص تكون او عفوا ثالثا خص تكون هذا العدد اللي كيكون اما صفر اما زوج اما واحد اما ثلاثه هذا اللي كيكون لا خص تكون ينتمي لصوره هذا المجال لصوره المجال ما كيهمنيش خص تكون ذاك الصوره هذا المجال. اذا غادي نحاولوا بهذا الشيء نمسح هذا الوغ نبداو بصورة الاتصال لدينا اكس جوج اكس ناقص جوج متصلة على ار هو اكس اكسبونسيال اكس متصلة على ار هو اكس ناقص اربعة اكسبونسيال اكس متصلة على ار تفقيل هادشي كوش بين هادي الحدودية وهادي اكسبونسيال متصلة على ار تسحب علينا جوج اكس. إذا f متصلة على r وبالتالي فهي متصلة على هذا المجال لأن هذا المجال كينتمي على r وبما أن f وشوف على مدى قبل الاشتقاق راه متصلة سير عليها حنا نقدر نستعمل غير الاشتقاق نقول بما أن f الاشتقاق فإنها متصلة على r ديريكتومون وبما ان اف تزايدية اقترب على اف فان اف تزايدية على المجال ديالنا اللي هو واحد على اربعة. شنو الشرط اللي باقي؟ باقي بين ان الصفر كينتمي لصورة هذا المجال و نحسب صورة المجال اف نتاع المجال واحد على اربعة اش كيساوي؟ مادام الدالة تزايدية دونك غادي نحافظ على الترتيب وندير ليميت لأن مفتوح المجال إكس يؤول إلى واحد زائد نتاع ألف إكس والليميت إكس يؤول إلى ألم أربعة ألف إكس تساوي ومادام الدالة معلقة بالواحد يعني نقدر ندير ألف واحد وهنا ندير ألف ألم أربعة يعني كتساوي اف واحد زوج ناقص زوج صفر اكسبونسيال جوج ناقص اربعه اثنان ناقص اربعه ثم اف ال اربعه جوج ال اربعه ناقص زوج جوج ال اربعه ناقص زوج زائد جوج ال اربعه ياك ال اربعه دونك تولينا اربعه تصير 16 دونك ألم 16 أو بقى 16 ناقص 4 إكسبونسيال إكس ألو إكسبونسيال أربعة هي 4 يعني ناقص 16 هنا صفر ناقص 16 ناقص 16 ألو غادي نمشي للصفر غادي تساوي لنا أوس 2 ناقص 4 أو لا نديرو نعملها أو ناقص 4 أي ولا كيفاش وهنا تبقى جوج ألم 4 ناقص زوج دونك نقدر تعالى نعمل زوج ألم 4 ناقص 1 دونك شنو كتلاحظ هذا راه سالب علاش لأن الأس غير على 4 وهذا موجب على سالب هذا كي داير أنا 4 كبير على 1 تبقى ياك لأن 4 كبير على أو دونك أنا 4 كبير على أنا نعمل هي 1 دونك هذا موجب وهذا سالب يعني الصفر كاين تابع أي الصفر اللي هو هذا ما يهمنيش قد يكون لونغ قد يكون 5 6 المهم عندنا مثلا صفر كينتمي لهذا المجال اللي هو اف نتاع واحد على اربعه. اذا حسب اولى اذا المعادله اولى يوجد عدد وحيد اضعف من واحد على اربعه يعني اف اضعف الله يرضى عليكم ويديكم ويرضى
ان كتب تمشي نتاعها يعطيك الصبر يعطيك زوج وتبقى تفرج وجهك الى نزل الارض الرحم اخ واحد اخ اربعه اخ اربعه باش تخرج هي في حاله الصبر اللي كدير هذا هذا اما بصفه عامه كدير ما خدامش اذا خرجت من الدار على خدامه دائما باسبورت تحل اي تمرين نتلقى في سؤال مهم لا تبخل علينا بالضغط على زر إعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا إلى اللقاء